بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي دكتور مدحت الحصري، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمركز أبحاث أمراض الكبد بكفر الشيخ. الحقيقة أنا متواجد ومشارك من خلال المعهد بتاعنا في المؤتمر الموحد للجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية اللي هو تم من يوم 25 ليوم 28 سبتمبر 2019 وبنجاح يعني هائل جدا. أنا كنت مسؤول عن جلسة فيه عنوانها Diabetes Mellitus and the Liver، كانت بتتكلم لزمايلنا اللي حضروا عن علاقة الدايبيتس بأمراض الكبد المختلفة. أنا هحاول أقول ملخص ليها لزمايلنا اللي لم يتمكنوا من الحضور وعشان ينتشر العلم بين الناس. السكر والكبد مرضين الاثنين very common في مصر، عندنا أمراض الكبد منتشرة جدا وعدد كبير منهم بيجمع مع مرض الكبد أنه يكون مريض سكر. السيشن كان جلسة تفاعلية، والجلسة دي تناولت مين فيهم بيأثر على التاني، يعني هل السكر ممكن يؤدي لمرض في الكبد ولا مرض الكبد ممكن يعمل سكر. الحقيقة أن ده ساعات بيحصل وده ساعات بيحصل، يعني we have what's called diabetogenic liver disease وعندنا برضو hepatogenous diabetes، يعني ممكن الكبد يأثر على الجلوكوز ميتابوليزم لأن احنا عارفين هو مسؤول عن الجلايكوجيناليسيس والجلوكونيوجينيسيس. فإذن الليفر كي في 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 الميتابوليزم بتاع الجلوكوز، يبقى ممكن الليفر ديزيز ياثر على السكر. والعكس موجود، لو حد عنده انسولين ريزيستنس وعنده تايب 2 دايابيتس ميليتس ممكن يعمل له نفلد، والنفلد بعد كده يبقى ناش، والناش ممكن يبقى سيروزس اب تو ان يحصل هيباتوسير كارسينوما. فكنا بنتناول ده بقى، يعني ازاي ممكن اتعامل مع مريض عنده الاثنين، هو عنده ليفر ديزيز وات ايفر the level of the disease is وعنده diabetes سواء controlled أو uncontrolled. بعد كده اتكلمنا ان لو انا عندي hepatic patient وهيتعالج، طيب هيتعالج لو هو مجرد عنده chronic hep C، يعني لازم نقسمها كده categories علشان الموضوع يبقى واضح ويبقى فيه فايدة، اللي احنا بنسميه tailored medicine، ان انا افصل العلم اللي عندي والادوية على المريض اللي قدامي as a patient او individual. بفصل ده ازاي؟ لو هو كرونيك هيب سي مثلا سواء تم العلاج او لسه بس الليفر مش سيروتك، فده بعامله زي مريض السكر العادي اللي ما عندوش كبد. لو هو عنده كومبنسيتد سيروزس سواء تم العلاج بتاع الفيروس او لا بس هو نون سيروتك ليفر، بتعامل معاه زي الشخص العادي زي ما قلنا، وبياخد علاج السكر بتاعه زي اي حد ما عندوش مشكله في الكبد. طيب لو هو عنده مشكله في الكبد اللي هي ليفر سيروزس، بقسمه برده لتو جروبس. لو هو compensated liver cirrhosis يعني الكبد متكافئ، بقدر اعالجه بالادويه اللي بتتاخد بالفم، السلفونيل يوريا، الدي بي 4 او زي اي حد، الانسولين سنسيتايزرز، ممكن استخدم الميتفورمين واعمل له فولو اب للاثنين للليفر وللدايبيتس مع بعض، بحيث ان هو يبقى controlled diabetes والليفر احافظ عليه compensated. النوع الثالث بقى او الكاتيجوري الثالث اللي هو decompensated liver cirrhosis، وديكومبنسيشن بعرفه ان يكون فيه اسايتس، يكون فيه جوندس، اللي هم يا اما parenchymal decompensation او vascular decompensation. الفاسكولار يعني حصل عنده فيروسز، او parenchymal زي الاسايتس وزي الهيباتيك انكفالوباثي او وات ايفر ذا كومبليكيشن از. المهم ان بقى حالته بنسميها decompensated liver cirrhosis، كبد غير متكافئ. وده الحقيقه ما ينفعش نستخدم معاه الاورال انتي دايابيتيك ايجنتس ايا كان نوعها، وبنستخدم معاه الانسولين بانواعه. والانسولين هنا كذا نوع، يعني في البري ماكس او الريجولار انسولين، وفي اللي هو شورت اكتنج، وفي الانسولين اللي هو بيزل بولس. فايا كان النوع بشوف اللي بيناسب المريض بتاعي وبستخدم معاه الانسولين علشان هو هنا دي كومبنسيت. وبيبقى الجلايسيميك تارجت بتاعي اللي انا حطه في دماغي وانا بتعامل مع الكومبنسيتد غير الدي كومبنسيتد. الكومبنسيتد انا ببقى عايزه كنترولد يعني ما يحصلش هايبر جلايسيميا، لكن الدي كومبنسيتد انا بخاف اكتر من الهايبوجلايسيميا، وببقى حاطط في دماغي الكومبليكيشنز بتاعت الليفر هي اللي ممكن ترفع المورتاليتي مش الكومبليكيشنز بتاعه الدايبيتس. يبقى في الحاله دي الجلايسيميك كنترول بتاعي بيبقى اعلى شويه، يعني بميل ان الجلوكوز ليفل بتاعه يبقى عالي. الحاجه المهمه اللي عايز اقولها لزمايلي وابنائنا الاطباء برضو ان النيوتريشن في المريض ده بيبقى مهم جدا وبلاينج ا كريشال رول في علاجه، لان هو الدايبيتس له انستراكشنز معينه في الاكل، والهيباتيك بيشنت له انستراكشنز
تانية في الأكل عشان أجمع two groups of instructions وأحافظ على المريض بتاعي في أحسن حالاته وأتجنب الكوميونيكيشنز بتاعت المرضين. أنا محتاج أكون ذكي قوي وحريص جدا وأنا بقول التعليمات دي للمريض، بمعنى أن لو هو دي كومبنسيتد وبيحصل له هباتيك انكفالوباثي مثلا، هعمل شوية بروتين الانيمال بروتين أقلله، بس الابسوليوت ريستريكشن بتاع الانيمال بروتين اللي بيعمله كتير من زمايلنا يعتبر ممارسة خاطئة، لأن الكومبليكيشنز والهازاردز بتاعته بتبقى أكتر. الكربوهيدراتس هياخد قد ايه كربوهيدراتس بحيث ما يحصلش هايبر جلايسيميا جامده ولا يحصل هايبوجلايسيميا. نحط في ذهننا ان الهايبوجلايسيميك كوما از فيري دينجرس، وبيبقى المريض اللي هو الهيباتيك شويه فراجايل، يعني ممكن بسهوله يدخل مني في هايبوجلايسيميا وانا مش واخد بالي وتؤدي لبرين ديث وترفع المورتاليتي ريت بتاعته. فانا الخص كلامي، احنا كانت جلسه تفاعليه بتتكلم عن السكر او الدايبيتس مع الليفر، ازاي اجمع بين الاثنين وازاي استخدم الادويه الجديده اللي العالم كله بدا يتكلم عنها علشان تعمل جلوكوزوريا، يعني اللي هي التخلص من الجلوكوز الزايد في الدم عن طريق اليورين، والحقيقه ان هي بتنزل الصوديوم كمان وممكن تساعد في علاج الاسايتس. فكان عندنا توبك كامل بيتكلم عن استخدام الادويه دي في علاج الاثنين، علاج الدايبيتس مع علاج الاسايتس اللي هي one of the complications of liver disease. انا مش حابب اطول عن كده، لكن فعلا المؤتمر كان هايل وتم بنجاح الحمد لله، ويا ريت يعني كل سنه النجاح يستمر ويزيد اكتر واكتر. السلام عليكم.